خالتي تشوفهم على دخلت بمتشان وهمبو، تقول بواحد هناك بالزاوية ناظرا، واثنين منهم علقين بالمروحة، واحد منهم وجهه كذا سايح. كفاية بالله عليك كفاية، عشان كذا ما أحب أطلع معاكم بالراد، خروجكم تخوف. شكوش وش فيك خايف؟ تراهم مثلنا. مثلك أنت وأشكالك. أنا مرة قابلت في جنية. بعدين أنا مرة قابلت لي جنية. هذه حقتي. إي صح، أنا مرة دقت علي جنية يا عيال. ألو. هلا. وش تبي؟ سم يبا سم. أبشر. لا. أبشر. الحين أجيك. يا أبوي جو الرعب ده ما أبغى. تركي. شايف هذول؟ كل ما نطلع البر ويجي الليل يتكلم عن الجن على الحنشان. يا ابن الحلال خل أقول لك سالفة بعد. شف أنا قاعد أذبح الذبيحة دي وأصلخها وأسمع صوت. أسمع صوت. الظاهر إنه طالع من الذبيحة. شوي لو. يهو لاحق على أهلك. أتعشى وبعدين جيب لهم الغاز. لا يا شيخ، تبين أسحب على أهلي علشان عشاء؟ تبطي والله. أوصلك. ما يحتاج يا ولد العم، سهالات. أمان الله يا عيال. أمان الله. موفق. وصلني معك. وين؟ قدام شوي. انت وش جابس في الخلا هنا يا خاله؟ ما تسمع صوت الذيابة؟ ما عاد بعد ذيابة. الظهر انهم راحوا خلاص. وقف قدام هناك وقف. ابشر اوقف هنا خلاص. طيب اي هنا هل يفيده؟ وقف خلاص وقف. طيب الحين اوقف. شكرا انقذت حياتي. العفو، ما سوينا شيء. خلاص امشي. دقيقه، لازم اكافئك. ما يحتاج انا بستر. خذ ازرع هذه، راح تنبت لك احلى نبوت سيف ما قد ذقته بحياتك. فاضي انا. وش قلت؟ لا انا اصلا اموت لنبوت سيف، احب حتى ابوي كل يوم ياكل 10-15 تمره. خلاص اخذها من البيت. شكرا، ما قصرت والله يا خالد. تبيها تنبت ذهب؟